السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. باذن الله نهار جديد، فلوق جديد، واحد التحدي ديال الصيد اللي توحشناه بزاف بزاف الاخوان. واد ام ربيع اللي كتعتبر ثاني اكبر واد في المغرب الاخوان، وبالضبط في مدينه ازمور الاخوان. وغادي نديروا ان شاء الله تحدي الصيد على واحد السمك اللي بنين واعر واعر ديال بصح، واللي شحال هذه ما صيدناه. واليوم غادي نديروا معاه ان شاء الله واحد النهار كامل غندوزوا معاه هنا، يا بينا ولا بيه، اللي هو سمك النونه الاخوان. غادي نتحاربوا معاه وغادي نصيدوه ان شاء الله باش ما كان. المهم الاخوان، غادي نتقاتلوا معاه باش نصيدوه. هو راه صعيب صعيب باش يتصيد في هذه الوقيته، هو تيكون ساهل في الصيف ولكن دابا راه صعيب. غادي نتحاربوا معاه على مولانا الاخوان، نطلبوا من الله تكون شي حصيله ويكون شي فيديو زوين ان شاء الله. ومن طبيعه الحال ما غاديش نكون بوحدي، غادي يكون معايا الرئيس عبد الرحيم. كيداير الرئيس؟ كلشي بخير؟ هاني مزيان؟ الله يسلمك. مستعد للتحدي ديال الصيد؟ والله على مولانا. راه جينا دابا ثلاثه المرات وما يسرش الله. اسعد دعوه ديال الاخوان يكونوا معنا باش تجي شي حصيله. لا لا، ضروري ضروري ان شاء الله. اخوان، راه جينا هنا انا والرئيس عبد الرحيم ثلاثه ديال المرات. كيف ما كنقول لكم ديما، راه شحال ديال الفلوقات كنصوروا وما كنبغيش نلوحهم، كيكونوا خاوين ما كنقدرش نلوح لكم داكشي خاوي. اليوم الاخوان غادي نتقاتلوا انا والرئيس عبد الرحيم، ضروري نشدوا النون، ما نطولش عليكم بزاف، نقادوا الماتريال ديالنا، القصاب العيبات نشحطوهم، ليتس جو. شكرا لكم بزاف بزاف على السيبورت، لي لايك، كومونتيرات ديالكم، شكرا شكرا من القلب. وعلى بركه الله نبداو التحدي ديالنا. نجيب القصب وجيبين هاد الخيوطه هادو. المهم غادي نصيدو اليوم بجميع الطرق. الدوده ديالنا راه جمعناها قبيله، هي هادي، اللهم بارك. الدوده الاخوان خطيره في الصياده ديال النون، الا ما كانتش عندك الدوده ما غتصيدش النون. المهم كاع المعدات جايبينهم اليوم، معولين على المقله اليوم الاخوان، ما جايبين ما ناكلو، يعني هادشي اللي غادي نصيدو من الواد هو اللي غادي ناكلو ان شاء الله. جايبين كاع الماتريال، دابا غنبدا نقاد الاخوان في الصنارات ديالنا باش نبداو نصيدو. الصنار ديالنا هو القوشيه. هاد القوشيه الاخوان، كيفاش القوشيه الصناره كتكون عوجه؟ شو هادي؟ راه خطيره في الصياده ديال النونه الاخوانات. وعلى مولانا نبداو نستعدو دابا. يا بسم الله. بسم الله يا ربي، شي سعيد. اخوان، سمك النون ما كياكلش شي حاجه من غير الدوده، يعني الانسان اللي بغى يطعم ليه ما يفوتش الدوده. الدوده هي اللي غتشدو لك، ما درتيش الدوده ما غتشد والو. هذه هي الدوده الاخوان، كتكون في التراب، هذه كتكون غير في الغيص والتراب. ما على مولانا يا ربي، شي سر فيا يا ربي. كنكردس لي انا الاخوان نون، كنعطيه الدود كون مع راسك، كنبغيش نتسقرم لي على الدوده، كنكردسها فهمتو. كتبقى كتركل، ملي كيشوفها هو كتركل كيجي ليها. هذا راه يضربها في القمه وحده، هذه الاولى. كل سبيب غندير فيه جوج صنارات. دابا هنا درت جوج صنارات، يمكن لك دير كثر، يمكن لك دير صناره وحده اللي بغيتي. وعلى مولانا يا ربي تيسر يا ربي. ادعيو معانا الاخوان. هاي الاخوان دابا ناضيه، غادي نشحطوها ان شاء الله. على مولانا دابا الاولى ناضيه، غادي نصاوب وحدين اخرين، غنلوحو تقريبا واحد 15 صناره ولا 10 ولا المهم فوق 10 على الله. ها الاولى ناضيه، ادعيو معانا الاخوان. هادو هما الطرق الفدائية، ما كاين لا قصبة لا والو. ناضي يا الرئيس. لا مزيان، دابا غندير واحد الخويط هنا ونخليوه، وغنعاود نصاوب وحدة أخرى الإخوة.
الاخوان هاد القراعي هادو دايرين بحال الجراره القراعي ديالو مزهر ناضي الاخوان منين كتلوح كتبقى غادا سر والله الا ناضي باقي دابا ما قاس علينا والو عندنا هنايا وحده راه هي لهيا كيف ما كتشوفوا شو هادشي ما كيفينش ليا حتى صبعي عندنا الاخوان هذه راه هي لهيا شو راه هي وحده عندنا هاد القصبه عندنا هذه حتى هي ها هي هذه هذه هذيك هذيك اللي لهي اللهم بارك وكل سبيف هادو فيه جوج صنارات الاخوان نطلبوا على مولانا شكون شي حاصله يا ربي بصراحه راه من قبيله الاخوان باقي ما ضرب علينا والو ونطلبوا من الله شكون شي حاصله ياك الرئيس عبد الرحيم ان شاء الله نتمنى يكون شي واحد مقدر اللي شي وحش ديال المقله يكون على مولانا احنا كنتسناو الاخوان في واد ام الربيع اللهم بارك 2006 راه هي هذيك 2006 الاخوان راه ديما كنضربوا حدا النون نطلبوا من الله ييسر دابا هادشي راه كله مشحط ودابا غنريحو نتسناو على مولانا نسمروا عليها باش شي ساعتين وباقي ما قاس علينا والو راه هو العود شو باقي ما تزعزعش القصبه حتى هي هاد العود حتى هو راه باقي ما تزعزعش هذا حتى هو باقي القصبه هذاك العود اللي ليه وواحد العود ليه عاد شوف شحال من عواد حتى حنا ما تزعزعناش بقى هنا شافتين في ليسنا الرئيس عبد الرحيم كيتمتع في هذا المنظر اللهم بارك منظر ما شاء الله وكنتسناو رزقنا على مولانا تليل تليل والشوايه كدير لي ديك ديك الثقيله عجيبه اسكت اخويا اسكت بلا ما تبقى شايفين اسكت احنا كنتسناو الاخوان على مولانا اي وتخوي عليه الحامض واو ميكون محمر ناري 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 انت كتسمع خش عبد الرحيم راه كيتشاه الاخوان باش كيشوفني كنطيبو ويا ربي يا ربي تكون شي حاصيل يا ربي يا ربي جايبين معنا شي حاجه من ناكلو اربعه الخبزات اللي جايبين راهو ما كاينين اربعه الخبزات الله يلا هما اللي جايبين معولين على على الله وعلى هاد النون هذا وعلى مولانا اخوان هذه راه جبدناها لقيناهم كلاو الدوده ولكن ما تشتا واحد غالبا ما غيكونش النون اللي كلا هذيك الدوده غيكون القمرون معنا كان القمرون صغير غيكون هو اللي كلاه المهم غادي نعاودو نشحطو مزيانة الرئيس والله الا من قبيله وحنا كنتسناو ضرنا الجوع متنا بالجوع ديال بصح النون ما ضرب على حتى شي قصبه واقيلا غادي نتسناو حتى الليل حيت هو كيخرج مع الليل دابا اذن الدور الاخوان قبيله غادي نتوضاو ونصليو ان شاء الله وغادي نتحرك الاخوان هنايا في ازمور معروفه عندهم كبايله واحد كبايله يا سلام ديك كبايله الكبيره الاخوان ما جيبش معايا شوايه غادي نشري شي شوايه وناخد شي كبايلات ونطيبو انا والرئيس عبد الرحيم هنا راه قشلنا الجوع وحتى الفطور ما فاطرين شي فطور زوين غير دي بانينا وصافي الرئيس عبد الرحيم جاك الجوع بزاف اخويا ما انت كتقول كبايله راه شنو شهيتيها وانت فيك الجوع خاصه شي شويه دابا على مولانا بكره كياكل على مولانا الرئيس عبد الرحيم الرئيس عبد الرحيم راه قتلو الجوع المهم الاخوان غادي نتوضاو نصلي نخلي الرئيس عبد الرحيم هنا وغادي ان شاء الله نمشي نشوفو الا لقينا هاد الكبايله راه مزيانه ما لقيناش غنجيبو شي حاجه اخرى ولكن حنا راه تشهينا ديك الكبايله ديال ازمور على مولانا الاخوان مشيت دابا جبت هاد الشوايه هادي الشوايه ديالي نسيت ما شاش معايا كبايله ما لقيتش ديك الغليظه بزاف ولكن حتى هادي حتى هي راه زوينه الاخوان هادي حتى هي يا سلام يا سلام شوف شوف كي دايره نضربوها ان شاء الله في الشوايه ما كنقسم على جوج لوح والفاخر ديالنا مع هاد البلاصه هادي ما فيهاش الاخوان العواد جبنا الفاخر بالجوع ديال بصح عينا دقدقنا راه من الصباح حنا كنتسناو ما ضرب علينا تقول واحد والمشكله هاد البلاصه هادي هما الفين معاك اللوح ومعاك كيضرب في البلاصه ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ديما كنصيدوه هنايا واعلى مولانا الاخوان لا كان ما مكتابش راه ما مكتابش ما عندنا ما ندير ما
المهم راه كلشي مشحط كلشي ناضي، غنصاوبو غدانا واللي دار الله هي اللي كاين. هاد كبايلة الاخوان واحد المذاق فيها والله الا يا سلام. كنطيب حتى شي ثلاثه المرات ولا معرفتش ثلاث المرات هنايا في ازمور، كنجي كناخذها من عندهم وكنطيب. واعره واعره والله الا واعره، واحد المذاق جميل. الفخر ديالنا صوبنا الكانون، دابا ان شاء الله غنشعلو ونقادو كبايلة ديالنا، بعدا نقسموها على جوج نغسلوها الشوايه الملحه. يا سلام دليشيز. شوفوا الماء، الماء ديال الواد، شوفوا كي داير، شوف 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 وموسخ احمر داير بحال الدم الاخوان. ما فهمتش والله ما فهمتش واش شي تلوث ولا ما فهمتش شنو هذا الاخوان. شوف شوف الماء كي داير، شوف واو واو هادشي دابا هادشي الاخوان، شوف كي ولا الواد كله ولا احمر، ما فهمتش هاد البلان هذا الاخوان. كبايلات ديالنا اللهم بارك تبارك الرحمن، دابا غادي ندير لهم الطريقه ديال التنقيه، غادي نوريكم الطريقه كيفاش كندير لهم. كنضربها انا من الدار الاخوان، ما كنفتحهاش من هاد الجهه، كنفتحها من الدار وكنجبد لها المصارن من دارها وكنديرها في الشوايه مع الملحه فقط الاخوان. كبايله اللي بغيتوها تجي زوينه الملحه فقط. كبايله كيف ما قلت لكم كنضربها من هنايا، ها نتوما من الدار تبقى غادي معاها، غادي معاها بحال ما هكا ساهله، احسن طريقه للتنقيه ديما الكبايلة من الدار، منين ضربوها ماشي من الكرش. ياك الرئيس عبد الرحيم؟ اه ضروري الطريقه راه ديال الرياس الاخوان، حيت الا ضربتي الحوت من الدار ما كيخسرش، ما كيخسرش. هاد الطريقه كيديروها غير الرياس. ها نتوما الراس حتى هو على جوج، كلشي على جوج. ها نتوما ها انا اه الرئيس وبلاش النون ابقى كاع ما بغيتش. راه كتشهي فيها البيض. اه فيها البيض ياسر، خلي خلي لها البيض، خليو البيض ديالها. آه البيض ديالها راه سخون زوين على مولانا. انا الاخوانه الشوكي كتجي آه بلا ما تغسلها، خليها بحالها هكا. لا ضروري نشلوها شويه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نحيدو لها الغانغ، ضروري الغانغ يتحيد الاخوان. تبقى على برا ها الهبره، الهبره والبيض. انا الاخوه ها الاولى ناضيه، اه بحالك اه ها حري سرت شهيت هاد كافي. غادي نضربوا الشوايه ديالنا دابا ان شاء الله باذن الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. هاد الشوايه دايره ما تعرف كيفاش دير ليها، دير لها بحال ما هكا ياك الرئيس. ها
ورا لي الملح با الريس عبد الرحيم. فهاد النون هذا ما بغاكش يا خويا. وي واتسنا بقى مع صغيزي. ولكن شوف غادي نديروا ليه ان شاء الله شي نهار الكاياك وندخلوا ليه بالكاياك بالليل عاوتاني. بالليل عاوتاني بحال ديك النهار ما كنمرش شفناه ولكن ما ضربناه. قال لينا صافي كان الريح كثير صافي. كان الريح راه الملح دابا راه ما كرهناش ندخلوا ليه. دابا كنت خايف يكون عاوتاني الريح. حتى لا دابا كاين الريح راه اصلا راه البحر قاسي ما غنديروا والو. غادي ندخلوا ليه ان شاء الله بالكاياك وغادي نشدوا. وعد مني الاخوان غادي نشدوا هاد النونه. شوف سلحوا لينا لا شاهيناكم الاخوان. يا بسم الله يا بسم الله. شوف رحيم ترى ريوقي طاح هو صاحبي حق الله العظيم. ترى العصر دابا الاخوان هما مغديينش فطور الشب زيان. فطوره ديال الزنقه راكم عارفين الفطور ديال الزنقه لا فيرا. يا سلام الله الا كتغني يا الريس. الله قلب 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 كل جهه عطيه غير شويه ما تطولش باش ما يتحرق من ورا. الله يتانا هادي. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا ضروري حنا نبقاو معاه حنا ما خاسرين والو الريس. العافيه كاينه كل شيء كاين. نجرب زيد نغور شويه. يا سلام ان شاء الله فواد ام ربيع غير هو ما عرفش علاش الماء ولا حمر الاخوان ما فهمتش. والله ما فهمتش اجواء. يا سلام الاخوان شوف شويه الاولى ديالنا قايق ما شاء الله. غادي نحطوها ونبداو ناكلو بلا ما طابت شويه الثاني واتاي ياك الريس. حيت درنا الجوع ما قدرناش نصبروا الاخوه. الريس راه مشهيها يا صاحبي. شكا بايله ما شاء الله. والله الا الريس عبد الرحيم قال لي راك كنت باغي نقول لك قبيله ناخذوها. شو سبحان الله العظيم. وي راك كنت باغي نجيبها. ترى مليحه كبايله. عجبتني بانت لي جديده عندهم. جديده الصراحه عندهم الحوت في ازمور جديد. ديليشيز. واو داك الشيء ناضي. انا بعض رايحين انا اخويا طونه راه طونه والله الا طونه. الحمد لله بحال الطونه. شي نهار خصنا نصيدوا على الطونه عبد الرحيم. ها ندخلوا نشدوا الطونه العنيده اعماق هذيك طلعوا البوا الاعماق ممي. واو واو شويه الاولى ناضيه دابا شويه الثانيه. انا اخويا انا اخويا عبد الرحيم. يا سلام غادي نبداو ان شاء الله ناكلوا الوجبه ديالنا. عندنا هنا الحامض هاك الريس. هذا الحامض كان غيكتب النون الساعه ما سخرش فيه الله فيها خير. مره اخرى ان شاء الله ولكن نقدروا نديروا الصياده الاخوان في البحيره عندنا بالكاياك ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله غادي نديروها ياك الريس. الريس با مش قد شهي في الناس. كول كول الله داش الاخوان الشي بينا غيكون دليشيس بسم الله. ووو نشد معنا العكس هاد المرة.
الكبايلة باقا جديدة الإخوان. باقا جديدة البنة ديالو بحال كالضوطة. صندوق ديال الكبايلة وقيلة باش ها؟ هو صندوق ديال الكبايلة تجيبو نمشي. والله العظيم. داكشي زين الريس والله الا داكشي زين والله الا يا سلام تاش ناضي ناضي لوز لوب والله العظيم الا داكشي يا سلام الريس واه ما حوان داش داكشي دليشز دليشز النشوه الاخرى باقا كطيبه البراد ديالنا حتى والله الا بنينه في الدار صاحبي وما تجيكش بحال هكا ها بنينه في الدار وما تجيكش بحال هكا والطيبه في الدار الله الا ديرها بحالكم ما تجيكش بنينه بحالك ديك السوا حتى الطبسي كنحيدو منه دوك التفيت تفاتات حتى حاجه ما تبقى حتى بنينه صاحبي ها الشوه الاخرى سيدي راه مضربه تبغي تجيك بحال هكا ما تجيكش بحال هكا في الدار لا لا شوف ماكلة الخلاب واحد اخو واحد الواد بحال هكا يا سلام ها انتم والله الا كناكلو حدا الماء جنب الواد شوف لوكاس فين الشوايه الثانيه اللهم بارك نعصرو على الحامض يا سلام يا سلام يا سلام غنضربو هاد الشوايه الاخوان نحاولوا مع دنون لما جابش الله راه غنتقعدوا في حالنا كلينا الشوايه والله الا الكريشه عمرت الحمد لله على النعمه داكشي جا واعر واعر ديال بصح دابا الاخوان غادي نجمع القصب نعاود نطعمهم ونعاود نلوحهم عاوتاني كاملين ونتمنوا من الله يضرب علينا الاخوان على مولاه الريس عبد الرحيم كي جاتك الشوايه انا باقي مغربق انا يا باقي سير طحن صحتك وراحتك الريس والله الا ناضيه والله راه كيفي ليه الرئيس الله ما كيخلي فيها شي لعيبه كيسمسرها واو هذه هي الماكله ديالها ناضي والله حتى ناضي كنعاود نطعم كيف ما شفتو نعاودو هذا الشيء على الله على مولانا ما عرفناش واش كاين ولا ما كاينش واش ما باغيش ياكل دابا جينا ليه ثلاثه المرات وما كتابش ولكن الاخوان انا وعدتكم الا ما كتابش اليوم غادي نديروه بالكاياك ان شاء الله ضروري غندي الكاياك وندخل كان الريس عبد الرحيم سالي راه غيمشي معايا ما كانش راه غنمشي لراسي الاخو المهم غنجبد لكم عاود طعمت القصب ديالنا وشحطهم دابا كلشي ناضي عاوتاني دابا غادي نريح انا والريس عبد الرحيم غادي نشربوا واحد الدقيقه ان شاء الله القصيبات ديالنا عاودنا طعمناهم كلشي مليوح في الماء يطلبوا رزقهم ما عندك ما دير الصيده هي هذه مره تصيد ومره ما يمكنش لك تصيد داكشي ديال الله الاخوان ياك الرئيس عبد الرحيم شنو ندخلو بالليل على مولانا والرئيس عبد الرحيم كنا بغيناك تضرب النون ورا ما سخرش الله اخو مره اخرى ماشي مشكل ها ماشي مشكل شدوه بالليل الرئيس عبد الرحيم النون حالف عليه قال لي والله الا كليتيني هذه المره الرابعه كنجي انا وياه على اساس النون وما كنشدوش ومالف ديما كنجي الاخوان كنشدوش سبحان الله العظيم ولكن الواد الاخوان ملوت الماء ديالو احمر ماشي كيف كنخليوه حنايا اللون ديال الواد تبدل الاخوان انا وليد عبد الرحيم عاد راه باقي دارني كتفي الاخوان من الطيحه ديال الرنب والله الا باقي دارني كتفي العقشه الصراحه مع كنت هز الاخوان الكاميرا بحال هكا بيدي برك كنصور لقيت فاش طراسي طحت درت الايدي بحال هكا بالكاميرا وانا العقه هنايا هاك الرئيس بالصحة والراحة الله يحفظك يا بسم الله بخاطركم يا سلام يا سلام يا سلام الله يلا دكا واعرة الرئيس دوق دوق رأسي تبارك الله دكا صحتك الرئيس الرئيس عبد الرحيم الإخوان قال لي شنو سميت هذا شي قلت لي سميت وقلت لي راه واخا طيب
واخا طيبو في الدار ما يجيكش بهاد البنات. والصراحه الاخوان فاشكي غنديري نفس اتاي ونفس العبار ونفس العبار ديال السكر كنديرهم في الدار ما يجيكش بحال هاد البنات. انت فين هو الكاس؟ مشى شرب نينا بنين دار ما عنديش ما جيت بزاف ولكن دار بنين. لا لا بنين بنين الاخوان الدكه ديال الخلاق قال شي يا سلام. ولكن انت اتاي اتاي واعر الصراحه. الرئيس عبد الرحيم صافي كتجمع ويا اخويا ما قاص علينا والو ولكن راه داز نهار واعر بديك الشيء صراحه خرجه زوينه واخا ما كاينش فيها الحصيله ولكن ديك الدكيك هذاك الدكه ديال اتاي وديك الشوارك يا سلام صراحه والله العظيم والله الا عيطتي لي بحال شي درهم الحلال عرفتي تجي البارح ايام من الخدمه راك عارف البحر كيدير العادات وغتصبح اليوم ناعس في الدار ما كاينش الروتين اللي فهمتي كيتبدل غتعاود نفس الروتين والله الا اليوم حيد داك الستريس داك العيا كامل حيدته. مرحبا بك الرئيس مالك فوش واحد قرب مرحبا الا داز خرجه بعقلها معتبره صراحه خرجه جات زوينه والناس اللي كيتفرجوا راه تبان بان خرجه دازت زوينه ولكن كلشي على الدكه هذه الشيء دكه يا سلام يا سلام واعر اسمع اسمع اخوان راه الاجواء في الواد راه يا سلام غير لكن الحصيله اللي معاوناتناش كون كانت الحصيله كان داكشي غيطلع عاوتاني شي حاجه اخرى شويه درقات على الحصيله درقات ياك شويه وهاديك درقات على الحصيله راه شو شنو المذاق صحه والراحه الرئيس وحق الله الا المذاق ديالها الا واعر 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 بصح انا راه ما عنديش ماتاي ولكن هاد الكيكه راه عجبتني صحه والراحه المره كتعجبني هذيك النهار عجبتني هذا شي واعر هذا غادي يكون هنا سال الفلوق ديالنا كنتمنى يعجبكم هاد الفلوق هذا بصراحه كنا باغي الحصيله ما كتابش ماشي ديما غادي تصيد كيف ما كنقول لكم كلينا الشويه ديالنا دوزنا النهار مع الرئيس عبد الرحيم فؤاد ام ربيع وبلاصه الصراحه تستاهل الزياره بلاصه واعره واعره ديال بصح هنا غادي يكون سال الفلوق ديالنا وغادا تكون واحد خرجه عاوتاني ان شاء الله خرجه واعره ديال الصيد بالشبكه غنكون فيها انا والرئيس عبد الرحيم ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم بزاف بزاف على السيبورت لي لايك كومونتيرات ديالكم شكرا شكرا من القلب كنتمنى يعجبكم هذا الفلوق هذا ونتلاقاو في فيديو جديد وفي مغامره جديده ان شاء الله باذن الله والسلام عليكم.